السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء دافئة ورياح جنوبية شرقية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 35 كيلومتر الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، فرص أمطار الخير تعود مجددا خلال الساعات القادمة إن شاء الله، وشدتها ما بين الخفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق. نتعرف على تفاصيل أكثر التواصل الحالي في مدينة الكويت. أجواء غامة جزئيا ورياح شمالية شرقية، سرعتها 7 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 20 درجة مئوية، رطوبة النسبية 79%، أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. الطقس المتوقع المنتصف هذه الليلة أجواءنا باردة، وأيضا استمرار لرياح الكوز جنوبية شرقية، ولكن متوقع نشاطها على فترات تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، وأيضا هناك فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق قد تقل معها مدى الرؤية الأفقية. لذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. درجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 18 درجة مئوية، زرنا الشمالية وأربا بوبيان وفيلتشا قد تصل إلى 18 درجة مئوية. في مساء الغد استمرار لفرص الأمطار إن شاء الله، قد تكون رعدية أحيانا، وأجواءنا دافئة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة قد تصل العظمى إلى 24 درجة مئوية في مدينة الكويت. بالنسبة للمناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت قد تصل إلى 26 درجة مئوية، تظهر بعض السحب المتفرقة وفرص أمطار الخير مستمرة معانا حتى مساء يوم الغد. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيفة إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا وارتفاع الموج من 2 إلى 6 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 25 دقيقة، موعد شروق الشمس في الساعة 6:44 دقيقة، أما غروب الشمس في الساعة 5:11 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله استمرار فرص أمطار الخير حتى صباح يوم الأحد، وأيضا استمرار الرياح الجنوبية الشرقية قد تنشط على فترات تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق. لاحظ أعزائي المشاهدين درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 24 درجة مئوية في مدينة الكويت، بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 11 درجة مئوية، ولكن من المتوقع تحول الرياح إلى شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد تصل العظمى إلى 20 و18 درجة مئوية، ولكن الصغرى متفاوتة ما بين 6 إلى 11 درجة مئوية. أجوانا بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة دافئة، ولكن راح تكون مائلة للبرودة إلى باردة ليلا، ومع بداية الأسبوع المقبل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد تصل العظمى إلى 18 و17 درجة مئوية في مدينة الكويت، وقد تقل عن ذلك في المناطق الصحراوية والزراعية دولة الكويت ما بين 13 إلى 15 درجة مئوية. بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 6 درجات مئوية، ولكن متوقع تحول الرياح إلى رياح الكوز جنوبية شرقية مرة أخرى منتصف الأسبوع المقبل، وعودة لفرص الأمطار قد تكون رشات خفيفة على بعض المناطق. أعزائي المشاهدين، إلى أن تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.